مدرجات ملعب أول نوفمبر بالحراش لم تسع الهدد الهائل من الأنصار الذين تنقلوا بقوة لمؤازرة فريقهم، خاصة بعد النتائج الطيبة التي أصبح يحققها الفريق الحراشي في البطولة الوطنية، لعل أبرزها العودة بالتعادل الثمين من تيزي وزو. في حين فريق اتحاد البوليدة الذي قدم إلى العاصمة بمدربه الجديد سعيد حموش ومن دون 4 عناصر أساسية، وكانت البداية في المباراة لصالح فريق اتحاد الحراش وهذه المخالفة، لكن حسن طوال في المكان المناسب. بعد ذلك اتحاد الحراش واصل السيطرة وبريك هنا في توزيع داخل منطقة العمليات، سواكير يسدد لكن طوال دائما حاضر في كل الكرات. رد فريق اتحاد البوليدة جاء بعد هذه الركنية والتسديدة التي كادت تخادع الحارس غول الذي تصدى وأبعد الخطر على مرتين. بعد ذلك مخالفة لصالح فريق اتحاد الحراش وعساوي هنا، لكن الحارس حسن طوال في المكان المناسب. الدقيقة 40 وهذه التوزيعة من حمزة قسوم، صايبي في الاستقبال وسواكر في المتابعة والتجسيد، يحرر أنصار اتحاد الحراش بهدف في الدقيقة 40 من بداية المباراة. التوزيعة رائعة والاستقبال أروع من صايبي وسواكر في التجسيد. أمور اتحاد البوليدة اختلطت أكثر بعد طرد المدافع باللحول بعد تدخل الخشن على عيساوي في هذه اللقطة، جعل الحكم بشاري يتدخل ويمنح البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الحمراء للمدافع باللحول. اللحول ترك فريقه يكمل بقية المباراة ب10 عناصر ونقل عيساوي للمستشفى للعلاج. وعلى نتيجة هدف مقابل 0 انتهى الشوط الأول لصالح فريق اتحاد الحراش. في المرحلة الثانية دائما حمزة كسوم بهذه المخالفة، ولكن حسن طوال دائما في المكان المناسب. دائما هجمة أخرى لصالح اتحاد الحراش، وهنا السواكير يسدد ولكنها سهلة. اتحاد الحراش واصل السيطرة وحاول إنهاء المباراة بهدف ثاني، وحمزة قسوم من وسط الميدان كاد مخادعة حسن طوال لكنها بعيدة. آخر فرصة لصالح اتحاد الحراش وهذه التوزيعة، لكن الرأسية السهلة دائما للحارس حسن طوال الذي كان له دور كبير في هذه المباراة التي انتهت بفوز اتحاد الحراش، وفرحة لدى الأنصار بهذا الفوز الثمين، في حين اتحاد البوليدة عليه مراجعة حساباته. هني فريق الحراش على الفوز هذا، ونرجعوا في المباراه. احنا نظن لعبنا مباراه ماشي كبيره، ولكن المباراه كان الفريقين اللعب متوازي للفريقين. نظن احنا الشيء اللي اثر علينا هو في الشوط الاول خروج المدافع الايمن اللاعب الحول، هو اثر علينا من الناحيه المعنويه وخاصه من الناحيه الهجوميه. الحقيقه المقابله كانت صعبه، والمقابله هذيك نستناو فيها باللي جينا صعيبه، باسكو بلي داليك سير يلعبوا مليح ويابليكو مليح، وشنو حققنا لي 3 بوان. مي امر فوتبول ومن ما كناش كيما نضاريين. الحمد لله لي 3 بوان هذوما جاونا ديفيسيل، باسكو كيما نقول لك درنا ريزلت مع سي ار بي مع جاسكا بليدا، جاو ما خاسرين والو، جاو يلعبوا لعبهم على بها. كيما نقول لك الماتش جانا صعيب شويه، والحمد لله ربي كما وفقنا باش جبنا لي 3 بوان هذوما.